عايزك بقى تقول الو، تشوف انت اشوفك هتعرف مين اللي معانا على الهوا ولا لا. الو الو، مين يا لولو؟ يا كابتن اوفا، يا لولو حبيبي. يا لولو ايه اوفا، عامل ايه معانا؟ طبعا يعني مصطفى شوبير. ازيك يا دارش، اخبارك ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله، كل التوفيق. انا عندي بس تعقيب وحيد، وعمال يحكي على اللي عمله في الماتش اللي هو بتاع الدرجه الاولى، ما حكاش عن ضربه الجزاء اللي انا خدتها. انت كنت واقف في المباراه دي يعني؟ الكابتن عمل تصدي ضربه الجزاء كابتن احمد الشيخ قبل الماتش بيوم، واتمرنت تمرينتين ونزلت عملنا ماتش كويس، وفي الاخر ما قالش ان انا خدت ضربه الجزاء. لا لا، انت جول كبير طبعا، يعني انت اللي لعيب كبير قوي. ربنا يخليك مصطفى شوبير. طبعا مصطفى شوبير طبعا من اللعيبه المميزه، وهتكون ان شاء الله موجود معانا قريب يا مصطفى. وبتزعلك دلوقتي لقطات يعني من دوري 97 السنه اللي فاتت، ما شاء الله اديت كمان يعني اداء رائع، خاصه انت كنت برضو زي عرب بدر بتصعد من فريق 2000 لفريق 97. طمنا عليك دلوقتي يا مصطفى، اخبارك ايه دلوقتي مع الدرجه الاولى؟ والله يا كابتن الحمد لله، احنا دلوقتي انا بتمرن مع الدرجه الاولى انا وعربي، تمرين معاهم من السنه اللي فاتت. ودخلنا مع بعض حتى ماتش المصري، الدنيا ماشيه مع بعض، احنا دايما في المحطات ماشيين انا وعربي مع بعض في الدرجه الاولى. وبتكلم يا كابتن مثلا على عربي ده، وانت تسمع دايما الكلام عنه، وانت كابتن بتيجي تشوف الماتشات بتبقى عامله ازاي. ده ان اللعيب بشخصيته ان هو مواليد 2001 يطلع يلعب مع 97 ويتمرن مع الفريق الاول بالمنظر ده والناس تتكلم عنه كده، يبقى احنا مستنيين حاجه كبيره كبير قوي. والناس كمان يمكن ناس على السمع دايما تقول لك في لعيب مستقبل اسمه عربي بدر، في لعيب. حتى انا النهارده الصبح انا بس يعني قابلت حد كده فبيقول لي انتوا عندكم لعيب ناشئ انا لسه ما اتفرجتش عليه، بس الناس بتتكلم عليه اسمه عربي بدر. قلت له استنى هتشوف حاجه، يعني لعيب شخصيه كويسه جدا جوه وبره الملعب، شخصيه قويه، لعيب ما بيتاثرش بضغوطات ولا باي حاجه، بيدي 100% في التمرين دايما. يعني انا هو اصغر مني، بس انا بشوفه بتعلم منه في حاجات في التمرين، مش عيب. الراجل مجتهد، راجل متدين جدا، كل حاجه فيه بتؤهله ان هو يبقى لعيب في النادي الاهلي، هو ده شخصيه النادي الاهلي. واحنا بنتمنى كمان يا مصطفى ليك انت وعارف بدر ومنعم وكل اللعيبه المميزه داخل قطاع ناشئين النادي الاهلي، ان شاء الله نشوفكم في يوم من الايام بتمثلوا النادي الاهلي في الفريق الاول. قول لي بقى مصطفى، السنه اللي فاتت واحنا كنا بنذيع لكم مباريات الناشئين على الهواء مباشره، واحنا بنذيع دلوقتي كمان لقطات من المباريات، يعني شعوركم ايه كمان واحنا بنقدم لجماهير النادي الاهلي المواهب الموجوده عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ طبعا بصراحه انا السنه اللي فاتت لما كنت بعمل لقاء مع قناه النادي الاهلي، فخرتك انت كابتن، شكرت كل اللي عاملين ان هم قادرين يعرفوا الناس ان في مواهب تحت، يعني تشوفوها ان انت تيجي تتفرج على ماتش اللايف، دي عمرها ما حصلت قبل كده. فانها تحصل السنه دي، وان انتوا تسعوا لده وكاميرات تيجي، وتيجي الناس كانت بتيجي، يعني احنا بتبقى مثلا متجمعين من بدري شايفين الناس بتحط الكاميرات وبتحضر، بتبقى انت نازل مش عايز تزعل الناس دي اللي جايه بتحضر لك وجايه عايزه الناس تشوفك وبتسعى لك وبتشوف شغلها، انت عايز تفرحهم وعايز تخلي اهلك يشوفوك ان هم بيتفرجوا عليك مباشر. بنعيش اجواء ان احنا لعيبه درجه اولى من بدري، وده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ان هو يعيشنا كده، احنا متعودين على كده. وكمان قناه النادي الاهلي ضافت لنا ده، حسيتك ان انت تلعب ماتش في الدوري ممتاز. انا حاطط لك كاميرات، انا حاطط لك ضغط، حاطط لك كل حاجه، الجمهور بيتفرج عليك، الناس مستنيه منك، فدي بصراحه طبعا مجهود يشكر من قناه النادي الاهلي جدا. وطبعا فرقت معانا كتير يا كابتن، الناس كلها، ناس كتير بتيجي تقول لي، يعني انا بقى هخلص الماتش وخارج واحد يقول لي مثلا الصده اللي انت صديتها في اللي هو لسه الماتش خلصان ما كملش نص ساعه، قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، الناس كانت على السمع بس. يعني طبعا بنشكر قناه النادي الاهلي طبعا يا كابتن اللي عمل. لا ده واجب علينا وحقكم، ان فعلا زي ما بقول لك انتوا يعني شخصيات، فعلا شخصيات محترمه ولعيبه كمان مميزه بنقدمكم لجماهير النادي الاهلي. وزي ما بقول لك يا مصطفى، انا عايز اعرف طموحك بقى خلال الفتره الجايه، خاصه يعني انت من فعلا من المواهب المميزه جدا وموهبه فعلا على طريق، يعني ان شاء الله نتمنى نشوفك، يعني طموحك خلال الفتره الجايه ايه مع النادي الاهلي؟ طبعا طبعا الفترة اللي جاية كابتن الواحد عايز يبتدي، يعني الحمد لله الواحد دخل في الصورة أكتر، دخل الماتشات أكتر، نفسنا بقى نخش نبتدي نتعرف أكتر، نبتدي نساعد النادي. احنا يعني احنا تحت دايما اللي بيطلع بنبقى حاطين تارجت واحد قدامنا هو النادي، احنا نخدم النادي. ايامنا جايه، النادي مش عايزنا، عايز يطلعنا عار، عايز اي حاجه، ده احنا تحت امر النادي، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، بس اهم حاجه ان احنا نفيد النادي حتى لو على حسابنا احنا. احنا اتربينا على كده تحت،
واحنا ده الهدف اللي احنا حاطينه قدامنا، ده التارجت بتاعنا. والسنه دي ان شاء الله يكون لينا دور ان احنا ناخد في الدوري، ناخد في كاس، اي بطوله نقدر نشارك فيها عشان نقدر نفيد النادي ان شاء الله ونفيد نفسنا طبعا يا كابتن. ان شاء الله انتوا لسه قدامكم مستقبل يا مصطفى، انت وعربي ومنعم وكل اللعيبه المميزه دي، لسه سنكم صغير، وان شاء الله الفرصه لما تيجي تكونوا موجودين كمان فريق الاول، ويكون تكونوا من العناصر الاساسيه الموجوده كمان فريق الاول. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي فريق 2000 وكمان 99، شكرا جزيلا لك.